أنا أهتم بهذا الموضوع لأنه سبحان الله، يعني في السيرة النبوية الرسول صلى الله عليه وسلم عين امرأة اسمها أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث على أهل حيها، وعين لها مؤذنة. طبعا في تراثنا تم النقاش حول هذا الأمر، لأنه البعض أحب أن يقول، خاصة حتى في بعض المفكرين المعاصرين يقولون إنه كان فقط على عائلتها، لكن يرتبكون أمام فكرة المؤذن، لأن المرأة إذا كانت ستصلي بعائلتها فقط فلا تحتاج مؤذن. والقصة أن هذا الحي في المدينة المنورة كان بعيدا إلى حد ما، فكان يشق على الناس القدوم دائما، وهي كانت حافظة وجامعة للقرآن، فعينها الرسول صلى الله عليه وسلم وعين لها مؤذنا. بعض المفكرين المعاصرين سمعتهم يقولون لأنه كان في ذلك الوقت لا يوجد حفاظ كثر، بينما الحمد لله الآن عندنا رجال كثر، فنحن لسنا مضطرين أن نقوم، يعني لم يقولوا هكذا، بس بما معناه أننا لن نضطر أن نقوم بما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا أجد أن كل قول وفعل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم يستحق أن يتم العمل به، وهو مشرع العمل به والمسير به. نعم، أنت قمت بإمامة العديد من المصلين في صلوات كثيرة، ولك قصص وحكايات مع هذا الأمر سنستعرضها الليلة. ولكن دكتورة نيفين، هل تقتنعين بما تقوله السيدة عفراء الآن؟ أعلم أنك تقولين أن ما يقال أو لك موقف معين، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. أتفق معها في جزء من اللي قالته وأختلف في الجزء الآخر، لأن السيدة مورقة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد أن تستشهد في سبيل الله وتغزو معه في الغزوات، وكان يعلم أنها فقيهة وأنها حافظة، فقال لها اجلسي في بيتك وأمي أهل بيتك. في الإمامة كان أهل البيت كلهم نساء فيما عدا المؤذن، كان غلام صغير جعله لها للأذان، لأن المرأة لا تؤذن بأي حال من الأحوال، فكانت تؤم أهل بيتها فقط وليس أهل الحي. وبالتالي لما أذن لها كان هي ترغب في الجهاد والخروج في سبيل الله، فقال لها اجلسي وأمي أهل بيتك، وسبحان الله استشهدت ونالت الشهادة في بيتها. لقد نال منها الغلام والفتاة الذين يخدماها وقتلاها، ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلبهم الاثنان. ولكنها أمت، يعني أمت النساء. أمت النساء، لا نعرف، لسنا متأكدين. لا، أمت النساء والرواية صحيحة، والغلام الذي كان يؤذن كان صبي صغير فأمته معهم، فكان يعني غير بالغ. ما العيب؟ العيب أن، وليس عيب، يعني أن المرأة لا تؤم الرجال، لأن الله سبحانه وتعالى أراد للمرأة أن يحافظ على عفتها وكرامتها وحيائها وعففها. المرأة عندها حياء، هل المرأة إذا أمت الرجال لن تركع وتسجد؟ أنا أسألك، ستركع وتسجد؟ ستركع وتسجد. هل تضمنين أنه لن يتكشف منها شيء في السجود ولن تبان تفاصيلها؟ أنا أدرك.